بقولك ايه؟ ايه رأيك تعملي له ورق مضروب؟ يعني تعملي له شهادة تخرج من برة، وتعملي له تصريح مزاولة مهنة من أي بلد تانية، مش هيكلفك كتير، وتفضل الكدبة تكبر لغاية ما تضرب في وشنا زي كرة التلج. لا يا ماما، مش هو ده الحل. مال ايه الحل يا روح ماما؟ هتروحي لباباكي تقولي له ان انت كدبتي عليه انت وبليغ عشان ما تتخطبيش لسميح؟ ها؟ بصراحة انا طول الليل بفكر في الحل ده. اوعي، ابوكي برج الثور، ما انتش عارفة يعني ايه ثور؟ ثور يعني عنيد، عنيد، ولو عارف الكلام ده هتكبر في دماغه ويجوزك سميح بالعافية. ثور ايه وبقرة ايه يا ماما بس؟ انا ما بؤمنش بالخرافات دي، يعني اليوم اللي اتولدت فيه بالصدفة هحدد مسار حياتي؟ ايوه الكلام ده صحيح وحقيقي وبيحصل. لا بقى، انا مثلا برج الجوزاء، لا انا متقلبه المزاج، ولا انا هوائيه، ولا انا حساسه زياده عن اللزوم، ولا انا مودي بيتحكم فيا. لا 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 خالص خالص الحقيقه، لا انت مش كل ده خالص. انا بقى برج الدلو، يعني بكبر دماغي، بحبش اخش في المناقشات التافهه اللي زي دي. كن احسن بقى وبلاش افكارك اللوزعيه دي. لوزعيه؟ حق عليا، حق عليا ان انا عايزه اساعدك، مش عايزاكي تغرقي زي كل مره. يا ماما انا خلاص تعودت، بس انا اللي صعبان عليا بليغ. انا ورطته في الموضوع ده كله بسببي. انا هقول له، هو حر، عايز يقول لبابا هو حر. تفتكري مش احسن؟ طب بقول لك ايه، ما تقولي له على حكايه الورق المضروب ده، صدقيني مش هيعترض. يعني هيخليه يتسجن بسببي؟ والله لو اللي في بالي حصل هيعملها، هيعملها وهو مبسوط كمان. انت مش عارفه بليغ ده مغامر، بيحب المخاطره، وتلاقيه بقى من ساعه ما جه هنا وهو زهقان وطهقان ومش طايق عيشته. تفتكري؟ بلاش هزار يا طنط، كنت هتموتيني. طنط لما سمعت تستك انا ما بهزرش. انا اللي يستقل بيا ويستوطى حتي اجيب عجله. انا استوطى حتك معاش ولا كان؟ والله ده انت حتك عاليه اعلى من السور ده. مالك ومال عيالي؟ انا قبل كده حذرتك لو جيت ناحيتهم هقتلك يا بليغ، هقتلك. والله ما في جمالك ولا في طيبه قلبك، ده انت ام طارق و وعزه وعزه ومدحت ومحدش غيرهم. أيوة ومش هسمح لحد ياخدهم مني ولا لا اقدر. انت عايز مننا ايه؟ ولا عايزه طارق، خدي طارق. وانت هتبشش على ابي؟ ده انا تعبي وشقايا، ده انا سهر الليالي فيه، سهر سهر الليالي فيه. عايز مننا ايه يا بارد يا واد يا فاشل؟ ابعد عننا، عايز مننا ايه؟ وبعدين بقى طنط، احنا ناس متحضرين لازم نتكلم بالعقل. هو انت خليت في امي عقل؟ انت ما خليتش في امي عقل؟ بونجور يا جماعه. اهلا شريفه هانم. هي شريفه هانم وانا طنط صح؟ ايه هو انا جيت في وقت غلط ولا ايه؟ لا يا اختي، شايفه انا عايشين غلبان يا مصريه انتي؟ جرايا ولايا، وانا كنت بمسح لكم السلم في بيت ابوكي. اوعى بقى. وبعدين وبعدين هبقى نفسي. مش بقول لك ما اخدتش ربع ساعه تربيه دي؟ لا حاسب السلاحيات ولا شبابك وحلاوتك وحقها هتضيع نفسك. تضحك عليا زي البت الدكتوره. لا والله. ايوه ارتصتني، عندي واحد تاني هجيبه. شكرا شريفه هانم، انقذتيني والله. هو انت ايه يا اخي، ما بتعتادش؟ روح اعمل لي فطار. انا اعمل لك فطار؟ اخلي الاستاذه تعمل لي الفطار. هعمل الفطار عشان انا عايز اعمل الفطار. انت بتتكلم بجد يا نصر؟ انا مش مصدق بليغ وافق. قال يعني موافقته فارقه معاك قوي يا اخويا؟ هي لو مش فارقه معاك كنت طلبتها ليه يا بورا معصلك وانا؟ يعني بتشوف ميته عامله ازاي، بتجس نبضه عشان تعرف هو عامل ازاي من ناحيتك، ده مثلا يعني. انت مش سالك يا نصر، من ساعه ما سالتني على اشعه اخوات بليغ وانا مستغربك وخايف اقلق منك. لو عندك حاجه اقولها على طول. يا عم هيكون عندي ايه؟ والله يا ابدا، انت كنت عايز اجابه لسؤال وانا جبت لك الاجابه لحد عندك، عايز حاجه تاني؟ دي مش إجابة، دي بشرة. والله العظيم لا تاخد لك قفصين ثلاثة فاكهة من خلات المزرعة، وأوعى تكسفني. شاكرين يا حاج، خيرك سابق. أنا همشي بس عشان البازار لوحده، معلش. خلاص هعديهم عليك، ما أنا نازل عين البيت بنفسي. يا نهار أسود، بسرعة كده؟ يا عم اضرب على الحديد وهو سخن. والله لولا إن أنا ورايا كذا مشوار لازم أعملهم كنت نزلت معاك وتسلينا سوا. حبيبي يا حاج هستأذن، وجبك وصل. يا عم استنى، بدري شوية. هعدي عليك الفاكهة في المحل.
ان شاء الله. يا ميرفت وصلي نصر بيه. عمورة ازيك يا حبيبي؟ كنت عايزك كده بخصوص البيت القديم بتاع جدك صبري ابو الهنا. ايوه اللي في الجماليه امال اللي في الزمالك. كنت عايز اشتريه منك ومن الورثه. قلت ايه؟ يا سلام يا شريف هانم، كاني بفطر في باريس. انت جاي تلعب علينا كلنا يا بليغ؟ عايز تخلينا كلنا كده خواتم تلفها حوالين صوابعك؟ خواتم؟ أهو ده تشبيه بليغ يا شريف هانم. بالعكس أنا دغري. أنتوا اللي بتلفوا وتدوروا، أجي لكم كده تقولوا كده. ما أنا جيت لك واتكلمت معاك بوضوح ولحد دلوقتي مستنية الرد. ما أنا رديت عملي. وجيت قعدت في اوضه مشتركه بينك وبين يسرية هانم عشان اقول لكم ان انا مش منحاز لحد فيكم. صدق ان انا متعاطفه معاك. اي نوع من انواع التعاطف؟ ايه العملي؟ عملي كوفي. انا رحت اتكلمت مع يسرية يعني علشان تدي لك حقك ونبدا صفحه جديده، يعني نقطه من اول السطر. يسرية؟ لو مش مصدقني اسألها. انت ويسرية؟ او انا وانت. خلينا في يسرية بس. يسرية وافقت؟ لا، بس انا حبيت اقول لك علشان اسجل موقفي. اذكى ست دخلت العيلة. طول عمري بقول كده. انت متأكدة ان يسرية مش هتوافق؟ بس تكسبي نقطة. ده سوء ظن بليغ يا بليغ. الحرب مش هتحل. الحل الوحيد لهذه المعركة هو السلام المشترك. إيه رأيك في اللغة العربية؟ وعلى غرار الحرب قتل الجنرال الكبير. ناوي كل يوم تاكل على حسابنا ولا ايه؟ الواد مصر يبقى بطل العالم في الغتاتة. يا ولد انا باكل من فلوسي اللي انتوا واكلينها عليا يا حرامية. يا نور، ولو هتسخف اكتر من كده انت عارف. لا انا مش فاضي، ورايا مشوار مهم وبعدها هطلع الجمالية. تعمل ايه في الجمالية؟ جالنا عرض لبيع بيت الجمالية. ايه؟ ما اترفضش. ايوه عبد الله مختار واخد اذني قبل ما يكلمكم. وعجبه ايه بيت الجماليه؟ عنده فلوس يبعترها شويه. لله في خلقه شؤون يا شريف هانم. المهم ان عمرو ابو الهنا لازم تقولي لي في ودنه حاجه مهمه قوي، انه مش هيقدر يبيع الا باذني، لان انا وكيل طارق بيه ابو الهنا وولاء هانم ابو الهنا. هو انت ممكن ترفض عرض زي ده؟ والله ايوه ميخا. ايوه حبيبي تعرف ميخا؟ يعني على فكرة ما فيش ميخا ولا حاجة، بس الواد ده دمه